اي سي دي راس كي فون بارتي دونك الباتريمون الباتريمون الهستوري الباتريمون الكولتورال اللي خدع سي جو دو بلا دونك حنا اون بو بارتيسيبي اليوم قمنا بامضاء اتفاقيه ما بين المركز الوطني لتربيه الخيول نخشوشاوة لمدينه تيرت والوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه، وتندرج هذه الاتفاقيه ضمن اتفاقيه اللي كانت نخشوشاوة من طرف وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه والوزير المتدرب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغره، والتي تهدف الى تطوير كل ما هو يعني مشاريع في ميدان الفلاحه بصفه عامه وخاصة في ميدان تربية الخيول بصفة خاصة، يعني وتكون الاستفادة الأولى يعني موجهة إلى الشباب حاملي المشاريع خاصة منهم خريجي الجامعات. المركز الوطني هو بحد ذاته يقوم بتكوين يعني الشباب، وحنا هذوك اللي كونوا المركز حنا نرافقوهم ونمولوا المشاريع تاعهم إلى غاية يعني دوك تجسيد المشاريع تاعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت الرعاية السامية للسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذا مصالح السيد الوزير المتدرب لدى الوزير هو المكلف بالمؤسسات المصغرة. أولا قبل كل شيء نشكر المجهودات اللي يقوم بها كلا الوزيرين من خلال المجهود تاعهم لإعادة إحياء وتطوير شعبات تربية الخيول على المجال الوطني والدولي. يعني كان لنا شرف كبير بحضورنا لدى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية اللي من جهتها رايح تمد يد العون، يعني يكون عندها نقطة قوية باش تطور في هذا المجال من خلال الشباب الحاصل على مؤسسات المصغرة في مجال تربية الخيول. إن شاء الله نحن نتكفلوا بهذا الشباب من خلال التوجيه، من خلال التربوصات، التكوين، المتابعة، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن واليد في اليد. يعني احنا وسيد المدير والممثلين لمصالح الوزارات السابقه للذكر ان شاء الله في تنميه وتطوير هذا المجال ان شاء الله.